المؤتمر الصحفي الأسبوعي لشرطة محافظة تعز، والذي من خلاله يطلعون الإعلام والرأي العام على أهم القضايا الأمنية التي حصلت في المدينة والريف. تم نصب كمين للأطقم هذه، وتم إطلاق النار مباشرة على الطقم، مما أدى إلى استشهاد النقيب محمود الحميدي رحمة الله عليه. اللي حصل بعد ذلك، تم التواصل مع معالي الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وإبلاغه بالموقف، كما تم التواصل مع الأخ محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية، وكذلك مع جميع الجهات الرسمية في هذا الشأن. وتم تجهيز حملة لمتابعة المطلوبين، لأن المطلوبين كانوا معروفين بعد أن تم إلقاء القبض على مختار العسيق. تم التحقيق معه وأدلى بأسماء الأشخاص الذين كانوا معدين لهذا الكمين. خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أجاب مدير عام شرطة تعز على الكثير من القضايا التي تناولها الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل سلبي. طبعا نحن نفذ توجيهات الأخ المحافظ، تم تنفيذ توجيهات الأخ المحافظ، ووقفنا إطلاق النار، وسحبنا أطقم الحملة إلى مواقعها السابقة، على أمل حسب وعود المحافظ، على أمل أن نسلم المطلوبين بواسطة الأخ قائد اللواء 35 العميد عدنان الحمادي. حادثة بالذيبان هذه الحادثة جيروها على الحملة الأمنية وعلى إدارة عام الشرطة، رغم أنه إدارة عام الشرطة وأطقم الحملة الأمنية أقوى مفارعين، أقوى يفرعوا. طبعا بلغونا عن طريق العمليات أن هناك مسلحين يستقلون سيارة صالون، اقتحموا منزل عائلة ذيبان في منطقة الجمهوري. تحركت الحملة من هنا على أساس إيش؟ أن هناك ناس اقتحموا بيت، مش على أساس أنه في امرأة مطلوبة كما يروج له ويشاع في وسائل التواصل، على أساس أنه هناك مجموعة اقتحموا، مسلحين اقتحموا منزل. وصلت الحملة، طبعا هم كانوا قد غادروا، تواصلوا معي الحملة، أدينا لهم توجيهات بالانسحاب، تعقبنا السيارة، وجدنا أن السيارة تتبع الأمن القومي واللواء الخامس. يقول رجال الأمن بأن مدينة تعز لا يوجد بها أطراف نزاع، بل يوجد دولة تطارد مطلوبين أمنيا، وهم قلة ويجب أن يصلوا للقضاء، سواء لإدانتهم أو لتبرئتهم.